كوبايتين دقيق، رشه سكر، رشه ملح، معلقه صغيره خميره، ربع كوبايه من الزيت، وهناجم بميه. دي العجينه. الحشوه بقى عندي ايه؟ لحمه مفرومه، بصل، كوسه مبشوره، ثوم، فلفل حامي ده اختياري، وجبن بعد كده جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. كوبايتين دقيق، معلقه صغيره خميره، رشه سكر، ورشه ملح، واقلبهم مع بعض. ربع كوبايه من الزيت، وبعدين اعجن بميه. هنا العجينه خلصت خلاص اهي، بصي اسيبها بقى ايه تخمر. نجيب شويه زيت، نجيب بصلايه كبيره مقطعه صغير كده، مع شويه ملح، نزل معلقه ثوم، اللحمه المفرومه. يبقى كده اللحمه اهي، عليها جنزبيل، سنه قرنفل او سنه حب يعني جوزه الطيب، سنه غنوره خالص، شعره، ملح وفلفل. كده خلاص اللحمه تستوي بقى. على البصله، طلع ريحه حلوه جدا معاها. انزل بقى الكوسه، بسم الله الرحمن الرحيم، حوالي نص كيلو من الكوسه، يعني عندي الكوسه اكتر من اللحمه. عايز تعملي صينيه كبيره، يبقى هي ايه صينيه واحده كبيره مقاس 30 او مقاس اكبر كمان، المقاسات الكبيره دي كده. وشويه زيتون كمان يداروا عليها كده، شويه جبنه رومي، رشه بسيطه، وجبنه موتزاريلا اللي بيحبوها. عندي خلاص الفرن خلاص ظبطت نفسها،